مليكة انتي قاعدة كده ليه؟ انتي قاعدة كده ليه يعني؟ خلاص ما عادش في مكان غير فوق الشفونيرة؟ انتي بتعملي ايه طيب؟ قاعدة هنا ازاي يعني؟ انزلي. قاعدة بيسا. انتي قاعدة على الترابيزة؟ انت ممكن تنزلي؟ لا. هو انتي ايه عندك حلو يعني؟ اما انتي ممكن تيجي تقعدي هنا؟ لا. بس انا هلعب ايه؟ هلعب ايه هنا؟ ألعب إيه هنا في التلفزيون؟ العب. اسمها إيه اللعبة دي؟ لعبة عربية. عربية بلاي ستيشن؟ العبية صقبي كده. أنا هلعب بلاي ستيشن. ليه؟ كده. أنت بتلعبي إيه بقى؟ هتقعي مش هتعرفي تنزلي لوحدك. أنا ألعب إيه؟ أنت تلعبي إيه؟ أنا ماما ألعب بيكا. تلعبي إيه؟ أنا ماما على بيكل. ماشي. هو تلعب ايه كمان؟ العب ايه؟ ايه؟ العب انا شوكولاتة. انت بتقعدي عندك هنا ليه؟ مش عارفة. انت مين زعلك عشان كده طلعتي فوق هنا؟ كرسي. كرسي اللي مزعلك؟ طب انت زعلانة ليه؟ انا طلعت كرسي، انت طلعتي على الكرسي؟ انت حلوة قوي. تيجي نتصالح؟ لا لا هنقع. بصي انزلي، يلا يلا يلا. بلايا.